في عادة الهند حدث غريب جدا من بقى، وده بعد ما تعرض مواطن هندي اسمه سيركش كومار لحادث على الطريق، وتشخص بعدها من الدكتور انه مات. ولكن بعد 6 ساعات قضاهم جوه ثلاجة الموتى، واثناء تشريح جثته اكتشف الدكاترة انه لسه عايش، وانه بس كان في غيبوبة. فترى انت لو مكان كومار ممكن تعمل ايه؟ ايه ده؟ ايه البتاعة دي؟ الباقي ورا يا اسطى. حجر اللي معلي التكييف. عم النور طيب فيه وانا فين؟ عم الحج يا اسطى، يا عم الحاج ورا النور يا اسطى.